طبعا قبل ما نختم عن مسعد، بدعوكم لصالون صوت مصر الأساسي يوم الجمعة 26/8 في خريج الجامعات. ما داعيكم كلكم، احنا هنا ضيوف النهارده والناس تشكر جدا. ومع الختام الجميل مع المطرب مسعد محمد. العظيم معك الحق. صياد والقسطان صادوني عتاوية. ثاني صياد والقسطان صادوني عتاوية. طرحوا شبكهم برمش العينين صابوني عداوية. يا ليل يا قمر والمانجا طابت عالصدر. يا ليل يا قمر والمانجا طابت عالصدر. يا ليل يا قمر والمانجا طابت عالصدر. يسقيني يا شابة ولوليني حبة مية. اسقيني يا شابة ولوليني حبة مية. اسم النبي حرسك اسمك ايه رد عليا عتاوية. اسم النبي حرسك اسمك ايه رد عليا يا عتاوية. اقعد حلوا المراكب والله يا ناس مراكب. اوعد حلوا المراكب والله يا ناس مراكب. ولا حاطط رجلي في الميه الا ومعايا عتاويه عتاويه. اسمك عتاويه يا صبيه ورموشك شط. وانا طول عمري غريب في الميه بنشال وانحط. اسمك عدوية يا صبية ورموشك شط. وانا طول عمري غريب في المية بنشال وانحط. يم الخدود العناب يم العيون السنجاب. يا مركبي وبحر وطاري يا حجاب حشيله في غيابي. مدي ايديكي وخديني خديني ويلفي فيني سنين. خديني مدي ايديكي وخديني خديني ويلفي فيني سنين. خديني والله صورتك دي تنفع تزين الجرانين. والله صورتك دي تنفع زي من الجرانين. اوعد حلوا المراكب والله يا ناس مراكب. اوعد حلوا المراكب والله يا ناس مراكب. ولا حاطط رجلي في الميه الا ومعايا عدويه عدويه. لا 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 سمير. والدنيا ضربتني وانا الشاب الامير. رمشت خطفني من اصحابي وانا الصياد. لفت بلاد وبلاد وبلاد اتاريكي ساكنه الناحيادي. يا سلام يا ولاد. مين كان يقول البصادي ضد الصياد دوار. يا نسيم الشوق دوار يا مشيني كذا مشوار. في الموج محتار للوية نهار عدوية اهي ضحكتها نهار.
عدا وياهي شمس واسرار عدا وياهي ضحكتها نهار عدا وياهي شمس واسرار اوعد حلوا المراكب والله يا ناس مراكب وحاطط رجلي في الميه الا ومعايا عدويه عدويه. عايزه اقول حاجه لاول مره ان انا احضر بصفتي مجلس الدوله، حابه اشكر الساده الحضور واشكر كل فرد طلع على منصه وسمعنا اي حاجه من الشكر، حابه اشكر الكل ونشكر طبعا السيد الاستاذ الفضيل رضا ابو شنب لكل شخص بيدعم المواهب ودايما باستمرار في دعم مستمر للمواهب، وكل مره بنلاقي مواهب جديده وبنشوف مواهب جديده، فنشكركم على الحضور وشكرا لحسن استماعكم. بشكر كل من حضر، وطبعا برضه معلومه صغيره، انا زي ما انا بسعى ورا المواهب فانا برضه قاعد المواهب على المنصه، لان كانوا هم النهارده بيفخروا ان هم قاعدين جنبنا، احنا بكره بقى نفخر ان احنا قاعدين جنبكم. وشكرا للجميع.